نام وفي فرنسا في عمري عن ما كانش في رواندا بنحس بأنها بلادي. علاش؟ نحن مغاربة المغربي بمعنى أن إحنا نحن مغاربي بس بعد كل مذاهبي أو خارج الوطن. الحمد لله كان رجل طيب تيستمع لجميع الناس كما كان الحال ديالهم تيستقبل الناس بوحده بالجواب ديالو الطيب ولكن نطلبوا من الله ماشي يكون غير في جماعه وحده ولا في ولايه وحده بغينا هذا الشيء هذا يكون على جميع الجماعات لان انا كنت مع الصباح في البرنوسي كان داك الشيء طيب مزيان انا جيت ثاني هنايا داك الشيء طيب مزيان تنطلبوا باش يعطيوا لي يد المساعده الجيل الاول ماشي يعطيونا يد المساعده الجيل الاول في يعطيونا الفلوس ولا ياكلونا ولا يشربونا لا حنا كجيل اول كبرنا خصنا يعاونونا في الصحه يعاونونا في جميع يسهلوا علينا الامور في الادارات وبحال داروا دابا هذاك ديال التقييم ديال باش دير داك الشيء في الكمبيوتر راه الناس حنا ما قاريش نقول انا قاري ولا ما قاريش خصهم يشوفوا يسهلوا الامور ويقربوا الاداره في الجاليه قربوا الاداره وبالاخص ما يقربوهاش لينا حنا كجيل اول حنا الجيل عارفين بلادنا حنا وطنيين داخل المغرب وخارج المغرب خصو يعملوا التساهلات للشباب باش الشباب يدخل البلاد لان الملك الله يشافيه ويكون معاه راه خدام ونطلبوا حتى من الحكومه نطلبوا حتى من الحكومه تقوم بالواجب ديالها لان الحكومه ما قايماش بالواجب ديالها ما نقولش ما تندويش انا على الجماعات ما تندويش على الولايه ولا العماله تندوي على الحكومه الناس اللي في البرلمان ووزاره وهادو يعطيو حق بحال دابا وزاره الخارجيه حيدت وزاره الهجره علاش حيدت وزاره الهجره مع من حنا غادي مع من غادي ندويو مع من غادي نتكلموا مازال ملي كانت وزاره الهجره كنا تمشيو للوزارات يساعدونا يوقفوا معنا مجلس هاد الناس دابا كاين بعض الناس خصها تكون هادي نبغيك هي الاولى توضعها الناس تتشكي من المجلس الاستشاري للجاليه الناس خصهم يعرفوا المجلس راه استشاري مع صاحب الجلاله راه ما عندوش الدور ديالو مع الجاليه راه غير تينفع الجاليه غير يعطيها شي طرق مزيانه الناس خصها توجه للوزاره توجهوا لبوريطه ناتر بوريطه لانه هو المكلف بنا وزاره الخارجيه لحد الساعه هي اللي مكلفه بنا اما مؤسسات الحسن الثاني ثقافيه تتعاون في التعليم في الثقافه مؤسسات الحسن الثاني تعاون في هذا فلهذا ما نبقوش نخلطوا شعبان مع رمضان راه شعبان شعبان ورمضان رمضان والعيد الكبير العيد الكبير وشهر فلهذا المجلس راه استشاري راه ما عندوش علاقه باش مع الجاليه ودوك الناس دابا اللي تيدهوا على اللي تيدهوا وانا غنقولها بصراحه دابا اللي منودين وباغيين يديروا وقفه هذوك الناس كانوا تياخذوا الفلوس دابا ملي حبسوا عليهم ما بقاوش يعطيهم هما اللي دايرين هذا الشيء الجاليه راه 5 مليون باقي ما عندهاش ممثل باقي ما انتخبناش على ممثل اللي غادي يمثلنا باش ينوض واحد يقول لك انا تنتكلم على الجاليه المغربيه راه حتى الجاليه المغربيه متفرقه فرنسا عندها قانون المانيا عندها قانون اسبانيا عندها قانون ايطاليا عندها قانون فلهذا ملي نكونوا خارج المغرب نقولوا كل جاليه تكلموا على الدوله اللي هما فيها وملي نكونوا في المغرب راه حنا جاليه مغربيه وشعارنا الله والوطن والملك والله الله يشافي سيدي محمد الله يشافيه ويكون معاه ويصلح الامر والله يجعل ربي يعطينا الشتاء هذا العام ان شاء الله.